بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الثالثة. بالتراب، إذا لم يكن عنده ماء ولا تراب صلى على حاله بدون ماء وبدون تراب، على أن الصعيد لا يختص بالتراب. فإذا فلو كان عندك مثل جدار عليه غبار طاهر، أو حصير عليه غبار طاهر، أو مثلا البلاط عليه غبار طاهر وضربت عليه وتيممت، كفاك هذا. فلا يتعين التراب للتيمم، وإنما المطلوب وجود الغبار الطاهر، سواء كان على تراب أو على حجر أو على جدار أو على حصير أو غير ذلك، الله أعلم. وما دمت قد قضيت الصلوات التي تركتها فنرجو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنك ويتقبل منك، لكن في المستقبل. وأنصح للسامعين أن يحرصوا على الصلوات الخمس وأن يؤدوها في أوقاتها على حسب أحوالهم، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من السائل صديق الأمين طه، مواطن بالسودان. يقول: أنا رجل أعمل بالتجارة منذ 7 سنوات، وفي نهاية كل سنة كنت أقوم بجرد محتويات المتجر ثم أقوم بإخراج الزكاة، والآن عزمت على ترك هذا العمل وبقي لي ديون عند بعض الناس، فهل يجوز أن أتركها عندهم على اعتبارها زكاة أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. ترك الديون لا يجزي عن زكاة المال الذي بيدك. المال الذي بيدك لا بد أن تزكيه وتخرج زكاته منه أو من غيره مما تحصل عليه. أما الديون فإن زكاتها فيها. فإذا كانت هذه الديون على أناس موسرين وباذلين، فإنه يجب عليك أن تزكيها كل عام سواء قبضتها أو لم تقبضها. أما إذا كانت الديون على معسرين وتخشى أن لا تأتي ولا تحصل عليها، فإنه لا يجب عليك زكاتها إلا إذا قبضتها. زكيها لعام واحد إذا قبضتها. هذه الديون على المعسرين التي يخاف من عدم الحصول عليها وعدم قدرتهم على التسديد. أما الدين الذي على ملي وقادر على التسديد، فإنه يجب على صاحبه أن يزكيه كل عام سواء قبضه أو لم يقبضه. لو حصل اتفاق مع هذا الشخص المليء والمدين على أن يزكي هو عن هذا المال، هل يصح هذا؟ لا يكفي هذا، بل هو يزكي ويدفع صاحبه الزكاة. صاحب المال هو الذي يزكيه. نعم، بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمعة زاء عين نون من الرياض. والدتي رحمها الله مرضت قبل وفاتها مرضا شديدا إثر سقوطها على رأسها سقوطا شديدا أدى إلى إصابتها باختلال عقلي لمدة 1 سنة كاملة، ولذا لم تستطع أداء فريضتي الصيام والصلاة. فأرجو إفادتي، هل يجب علي أن أقوم بالقضاء عنها أو الكفارة أو أي عمل آخر ترشدوني إليه؟ حفظكم الله وسدد خطاكم. إذا كانت بالصفة التي ذكر السائل بأنها مختلة العقل، تركت الصيام لأنها مختلة العقل والشعور بسبب الإصابة، هذه لا صيام عليها ولا تكليف عليها، لأنها زائلة العقل، والتكليف والعبادة إنما تجب على العاقل البالغ. فلا صيام على هذه المصابة التي ماتت بإصابتها وهي مختلة العقل وزائلة الشعور. أما إذا كان معها عقلها ومعها شعورها ولكنها أثرت عليها الإصابة حتى ماتت، فإن الصيام لا يسقط عنها. فإذا كان لها تركة، فإنه يخرج من تركتها كفارة إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي تركتها. وإن تبرع أحد من أقاربها وأطعم عنها أو صام عنها، فإنه يرجى أن ينفعها ذلك. هذا إذا كانت غير زائلة العقل المدة التي تركت فيها الصيام. أما إذا كانت مختلة العقل وزائلة العقل فليس عليها صيام، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا آخر سؤال في حلقتنا اليوم من المستمع علي أحمد حبش أو حبشي من جمهورية مصر العربية. يقول: استأجر والدي قطعة أرض لزراعتها، وبعد مضي 20 عاما طلب أصحابها من المستأجر شراء الأرض فلم يستطع شراءها،
فقام المالكون ببيعها لغيره بمبلغ يعادل نصف ثمنها حين ذاك لأنها مؤجرة، فأخذها المشتري على أن له نصفها. هل يجوز للمستأجر أن يأخذ هذا النصف أو يأخذ خلو رجل ويتركها؟ أفيدونا أفادكم الله. المستأجر ليس له استحقاق في هذه الأرض إلا المدة، مدة الإجارة، فله حق فيها. إن شاء استمر في استنفادها والانتفاع بالأرض إلى أن تنتهي مدة الإجارة، وإن شاء تنازل عنها على عوض يصطلح عليه مع الطرف الآخر، فليس للمستأجر إلا بقية المدة التي استأجر الأرض فيها، إن شاء استوفاها بنفسه أو بنائبه، وإن شاء تصالح مع صاحب الأرض أو مشتري الأرض وعوضه عنها وتنازل عن بقية المدة. أما أن يصبح شريكا لصاحب الأرض بموجب الإجارة هذا غير سليم. نعم. وعن إمكانية أخذه خلو رجل كما يسمي، يعني معاوضة عن بقية المدة، لا بأس بذلك لأن الحق له في ذلك. فإذا تصالح على المعاوضة عن بقية المدة ويخلي الأرض للمشتري فلا بأس بذلك لأن الحق لهما. أحسن الله إليكم. والدتي نذرت نذرا بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه لمدة 7 أيام بلياليهن، هل يجوز لها أن تفي بهذا النذر ولكن في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وماذا عليها أن تفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن المسجد النبوي الشريف له فضل، وهو أحد المساجد 3 التي تشد الرحال إليها للصلاة فيها والعبادة فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فمن نذر أن يسافر للمسجد النبوي الشريف للصلاة فيه والتعبد فيه فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به. والسائل أو السائلة تقول إنها نذرت أن تصلي في المسجد النبوي، فهل لها أن تعدل عن ذلك وتصلي في المسجد الحرام؟ الذي ينبغي أن تمضي على نذرها وأن تصلي في المسجد النبوي عدد الأيام التي نذرتها وفاء بما نذرت. وأما الاعتياض عن ذلك بأن توفي بهذه الأيام في المسجد الحرام فلا أرى مانعا من ذلك، لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي. وإذا عين مسجدا من هذه المساجد 3 في بنذر ثم أداه بما هو أفضل منه فلا مانع من ذلك، بدليل حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال له: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: شأنك إذن. رواه أبو داود. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي بالمسجد الحرام بدلا من المسجد الأقصى، لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد الأقصى. فعلى هذا الذي نذر أن يصلي في المسجد النبوي له أن يصلي بالمسجد الحرام لأنه أفضل من المسجد النبوي. الله تعالى أعلم. لكن عن قولها 7 أيام بلياليهن، هل معنى هذا أنها تصلي الصلوات فقط؟ نعم، هذا معناها الاعتكاف 7 أيام بلياليهن، تقول الصلاة لمدة 7 أيام بلياليهن. نعم، إن كان قصدها الصلوات هي الصلوات 5. نعم، وإن كان قصدها أن تبقى في المسجد النبوي 7 أيام بلياليهن تصلي فهذا معناه الاعتكاف، فإذا تمكنت من هذا إنه يجب عليها. نعم. سؤاله الثاني يقول: كان لي أخ صغير يبلغ من العمر 1 سنة وقد توفي على إثر شربه شيئا من الكاز، كانت أخته قد وضعته أمام الباب دون علم الوالدة فتناوله الطفل وشرب منه ثم توفي، ومن شدة حزن الوالدة عليه شربت من ذلك المشروب لتجرب هل يؤثر عليها كما أثر على ولدها أم لا، فهل عليها شيء في شربها وهل عليها كفارة بسبب وفاة ولدها نتيجة شربه ذلك أم لا؟ أولا نوجه بأن الأطفال ينبغي العناية بهم ورعايتهم وإبعادهم عما يضرهم، فلا يتركون أمام شيء أو عند شيء فيه خطر عليهم. وأما ما ورد في السؤال من أنه وضع إناء فيه غاز وشرب منه طفل ومات على إثر ذلك، فهل على والدته شيء؟ إن كانت والدته مفرطة بأن تركته عند هذا المشروب الضار
تركته عند ذلك وشرب منه فإن عليها كفارة صيام شهرين متتابعين. أولا عليها عتق رقبة إن أمكن، فإن لم يمكن فإنها تصوم شهرين متتابعين كفارة عن تفريطها بهذا الطفل. أما إذا لم تكن مفرطة، أن تركت الطفل في مكان بعيد وجاء هو وشرب من هذا، فإنه لا شيء عليها لأنها لم تفرط. إذا كانت وضعت الطفل في مكان بعيد عن الخطر ولكن الطفل جاء أو جاء به إلى هذا المكان وتناول هذا الشراب القاتل وشرب، فإنه لا شيء على والدته لأنها لم تفرط. أما ما ورد في السؤال من أن الوالدة شربت من هذا الشراب الذي شرب منه الطفل وقتله لترى هل هو يقتل أو لا، فلا يجوز لها ذلك. فعلت شيئا لا يجوز لها، أنه لا يجوز للإنسان أن يتناول شيئا ضارا للتجربة. وأنا أعتقد أنها فعلت ذلك من باب الحنان والعطف على الطفل لما في نفسها من وفاة ولدها بهذا الشراب، فأرادت أن تخفف عن نفسها وترى هل هذا يضر أو لا يضر، ولكنها أخطأت في هذا حيث إنها عرضت نفسها للخطر. والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والقدر نفذ والحمد لله، فعليها أن تصبر وتحتسب، وعليها كما ذكرنا إذا كانت متساهلة أو مفرطة أن تكفر. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سؤاله الثالث يقول ما حكم الأكل أو الشرب في آنية تأكل وتشرب فيها الكلاب بدون علم، وماذا يلزمنا لاستعمال آنية الكلاب؟ أولا في الأواني غنى، الأواني النظيفة والأواني الطاهرة غنى عن استعمال الأواني التي تأكل منها الكلاب وتشرب منها الكلاب، فعليكم أن تعدلوا إلى الأواني الطيبة النزيهة النظيفة. أما لو دعت الحاجة إلى استعمال إناء ولغ فيه الكلب أو أكل فيه الكلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ولغ الكلب في الإناء أن نغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. فيجب عليكم إذا أردتم أن تستعملوا إناء من الأواني التي تأكل أو تشرب منها الكلاب، عليكم أن تغسلوه 7 مرات وأن تعفروه بالتراب، ثم بعد ذلك تستعملونه. نعم. أما عن الأكل والشرب بدون علم إن شاء الله لا يؤاخذون على ذلك. نعم. بدون علم أنها الكلاب نعم ولغت فيه مثلا، إذا لم يعلم الإنسان أن هذا الإناء ولغ فيه كلب، فالأصل الطهارة والأصل الإباحة، مجرد الوهم أو الشك هذا لا يترتب عليه حكم شرعي. نعم. فالإناء الأصل فيه الطهارة، إلا إذا تيقن الإنسان وعلم أنه ولغ فيه كلب، فإنه يجب عليه إذا أراد أن يستعمل هذا الإناء أن ينفذ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من غسله 7 مرات إحداهن بالتراب. السؤال الأخير يقول ما حكم زيارة تارك الصلاة في مرضه أو محاولة علاجه والسعي لذلك أو تشييع جنازته إذا مات؟ أما مسألة زيارته والسعي في علاجه، إذا كان هذا سببا لهدايته ودعوته إلى التوبة والرجوع عما هو عليه، فهذا شيء طيب، فأنتم تزورونه وتنصحونه وتدعونه للتوبة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بها وتكون سببا في ذلك ويختم له بخير إن مات، وإن شفاء الله من مرضه تكونون سببا في استقامته واهتدائه في بقية حياته. وكذلك السعي في علاجه، إذا كان هذا يترتب عليه أو يرجى منه أن يؤثر ذلك على سلوكه وتوبته ورجوعه عما هو فيه، فهذا شيء طيب. أما اتباع جنازته إذا مات، وأنتم تعلمون أنه لا يصلي أبدا، يترك الصلاة نهائيا متعمدا، فهذا لا يجوز لكم اتباع جنازته، لأنه بذلك يكون كافرا، يكون مات على الكفر، والكافر لا يتبعه المسلم، لا يتبع جنازته المسلم ولا يصلي عليه، بل ولا يدفن في مقابر المسلمين. إذا ثبت هذا، ثبت أنه لا يصلي أبدا وأنه ترك الصلاة متعمدا ومات على ذلك، فإنه مات ميتة الكافر والعياذ بالله، فلا يجوز اتباع جنازته. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع عبد الله يعقوب مصطفى من السودان، يقول أرادت فتاة الزواج من ابن عمها وأعمامها هم الموكلون على تزويجها، غير أنهم رفضوا تزويجها من ابن عمها هذا الذي تريده هي ويريدها هو، بحجة أن بينهم سوء تفاهم وخصام، ولم تجد من يتولى أمر تزويجها، وقد ذهبوا إلى القاضي، وحين سألها عن وليها قالت إن هذا أخي، تعني عمها، فرفض القاضي العقد بينهما، فرجعت البنت
وكلت ابن عمتها فتولى أمر تزويجها، ووافق القاضي على ولايته وتم الزواج، فهل هذا النكاح يعتبر صحيحا؟ وإن لم يكن فماذا عليهم أن يفعلوا الآن؟ أولا ننصح أبناء عمها أن لا يكون ما بينهم وبين الخاطب من مثلا سوء التفاهم، يكون ذلك سببا في التأثير على البنت ومصيرها وتزوجها بمن يصلح لها وتصلح له. يجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن لا يمنعوا هذه البنت من الكفء الذي يريد التزوج بها، بدافع أن بينهم وبينه سوء تفاهم وأغراضا شخصية، فما ذنبها أن تحرم من مصلحتها وكفئها. فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويؤدوا الأمانة التي حملهم الله إياها. أما من ناحية ما حصل وتم من أنها وكلت ابن عمتها، فالتوكيل ليس لها، هي لا تملك التوكيل، وإنما الذي يملك التوكيل هو وليها أو القاضي إذا تعذر التوكيل من وليها، فالذي يوكل للعقد هو القاضي أو يتولاه القاضي بنفسه، لأنه يقوم مقام الولي إذا عضل وامتنع أو كان لا يصلح للولاية. فلا بد أن تكون الوكالة صادرة من القاضي لا من البنت. فإذا كان الأمر كما ذكرت أنها وكلت ابن عمتها وعقد لها، فهذا العقد غير صحيح، وعليهم إعادته بأن تذهب مع وليها من بني عمها ويعقد لها عقدا جديدا على هذا الزوج، أو القاضي يتولى ذلك. الحاصل أن في رجوعهم إلى القاضي الشرعي وإفهامهم إياه بما حصل سيصحح لهم إن شاء الله القضية ويوجههم الاتجاه السليم، فليرجعوا إلى القاضي الشرعي الذي في طرفهم ثم هو يتولى تصحيح العقد، والله الموفق. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع شين شين عين من جيزان، يقول: ما حكم من قال لزوجته أنت مثل أمي أو أنت محرمة علي مثل أختي، وذلك في وقت كان فيه في أشد الغضب من تصرفها، على علم أنه كان لا يقصد تحريمها بل لإرهابها وتخويفها، وكذلك كان يجهل حكم كلمة أنت مثل أختي أو أمي، فكل اعتقاده أن المرأة تحرم على زوجها بكلمة الطلاق فقط، وأيضا كان يقصد من وراء قوله ذلك أنه قد حلف طلاق وأصبحت بطلاقه محرمة عليه، وهو لم يحلف طلاقا أبدا، فالقصد من ذلك لتخويفها، فماذا عليه الآن لاستمرار حياته مع زوجته؟ هذه الألفاظ التي ذكرها هي ألفاظ الظهار. إذا شبهها بمن تحرم عليه كأمه وأخته، يقصد أنها تحرم مثل ما تحرم أمه، مثل ما تحرم أمه أو أخته، فإنه بذلك يكون مظاهرة، والمظاهر قد بين الله سبحانه وتعالى حكمه في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به الله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فالذي يجب على السائل بناء على ما ذكر أن يكفر كفارة الظهار قبل أن يمس زوجته، إما بعتق رقبة إذا كان يستطيع ذلك، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يجد العتق فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام لمرض مزمن أو لغير ذلك من الأعذار التي تحول بينه وبين الصيام، فإنه ينتقل إلى الإطعام، طعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره. ولكن ليعلم أن هذه الأمور الثلاثة على الترتيب، لا يجوز أن ينتقل عن العتق إلا إذا لم يقدر عليه، ولا يجوز أن ينتقل عن الصيام إلا إذا لم يستطعه، وهذه أمانة في ذمته، فلا يجوز له أن يمس زوجته حتى يكفر هذه الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. على أنه يجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن ألفاظ الظهار وألفاظ الطلاق وغير ذلك، لأنها هذا كما قال الله سبحانه وتعالى: منكر من القول وزور. فالظهار منكر وحرام، وزور لا يجوز للإنسان أن يتلفظ به، لكن إذا وقع هذا وتلفظ به فإن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه الكفارة على الترتيب الذي ذكرناه. وحتى لو نوى به طلاقا فإن هذا صريح في الظهار، الصريح في الظهار لا يكون طلاقا وإنما يكون ظهارا. نعم، ولا فرق فيه بين حالة الغضب أو حالة الهدوء؟ لا فرق في ذلك. نعم.